السلام عليكم اخوتي، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير ان شاء الله يا ربي، وتلقوا هذا الفيديو بالصحه والسلامه يا ربي امين. بغيت اخوتي نشارك معكم اليوم. شوفوا عودك الدرس اخوتي كيفاش عملت لي في وجهي. شوفوا اخوتي البارح عاود كتحرقني، ناضت دابا في هذا الشهر هذا ناضت عليا جوج مرات ناضت عليا. شوفوا اخوتي وجهي كيف هو، يعني عطاتني واحد النفخ كبير والحريق. مشيت اليوم في السبيطار للسبيطار في الصباح، انتم كتشوفوا يعني اذا كان ظهركم الفرق بين الجهه هذه والجهه هذه. قلت هي هذيك اخوتي، انتم كتشوفوا كيف صبحت في الصباح. شوفوا وجهي كيف هو عامل، انتم كتشوفوا. مشيت في الصباح لعند الطبيب، يعني شبرت الساعه ورجعت لعنده عاود مع 3:30، ومع ديك 3:30 رجعت لعندو مشى باش يعمل لي راديو على فمي. ملي مشى باش يعمل لي راديو على الفم ديالي، يعني ديك بلاك اللي باش كيعملو لك في الفم ديالك مع وجهي منفخ، ما دخلت لي شي، يعني ما دخلت لي شي ديك بلاكا. ودابا سردني عطاني الدواء، مشيت فارماسي جبت الدواء وجيت، وغدا ان شاء الله يا ربي سردوني للسبيطار الكبير. تما عاد يعملوا لي الراديو على فمي، يعملوا لي العراسي وعلى فمي باش يعرفوا شمن سبب يعني الضرسه جوج مرات في الشهر. شوف اش كيفاش عملت لي، يعني انا قلت لكم عملوا لي واحد بلاكه باش يدخلوا لي ديك بلاكه في الفم ديالي، يعني وديك بلاكه ما دخلت ليش، ما تساعدت ليش فمي حيتاش فمي منفخ ما كنقدرش. وغدا ان شاء الله يا ربي عاملين لي من الوحده للاربعه نمشي نعمل واحد الراديو على الفم ديالي. ايوا اخوتي، وغادي نشارك معاكم ان شاء الله كامل هذا السبب لهذه الدرسه، وهذه الدرسه علاش هذا الحريق يعني اللي كتحرقني، وهذا يعني وهذا المنظر اللي عملت لي، وهذا الروينه اللي عملتي مره اخرى اخوتي. نفخت لي وجهي الحق مره اخرى، حرقتني بزاف ونفخت لي وجهي بزاف. وانتم تشوفوا اخوتي، يعني انا تبعوا معايا حتى نمشي غدا للسبيطار ونعمل الراديو على فمي، يعني نعمل معكم تما يعني باش نعمل تصاور على وجهي. وغادي نشارك معكم ان شاء الله كل شيء حتى نعرف هذا السبب هذا السبب هذا الحريق هذا الدرسه جوج مرات في الشهر، وهذا التنفيخ ديالها قال لي الطبيب خصنا نعرفوا يعني هذا زعما جوج مرات في الشهر علاش كيفاش هو السبب وما جهه السبب. وبقاو معايا اخوتي حتى نمشي للطبيب، وعادي تشاركم عادي نشارك معكم كل شيء، وعادي نشوف هذا السبب هذا الدرسه كيفاش هو اخوتي. هذا السبب هذا الدرسه هذه خصني نعرف، يعني انا سبق لي زعما مرت الدراس، ماشي هذه اول مره بالحق. هذه المره هذه يا اخوتي يعني يعني يا اخوتي هذه المره هذه الحرق كبير والنفخ كبير، ما عرفتش علاش هذا الشيء زعما صعيب واثر فيا بزاف. ونتمنى من الله اخوتي يا ربي امين، نتمنى من الله اخوتي. ها انتم اخوتي، دابا هنا جبرتوني جيت دابا للطبيب. انا غادي نقطع الكاريتيرا باش نمشي للطبيب. الطبيب هو هذا، انتم كتشوفوا الطبيب هو هذا هو الطبيب، انتم كتشوفوا هذا اللي كبير كامل، هذا هو الطبيب انتم كتشوفوا. طبعا عادي نقطع وعادي ان شاء الله يا ربي نوريكم الطبيب فين هو، هو الطبيب ان شاء الله باذن الله. يلا خوتي بقاو معايا، اجي واش انتم كتشوفوا. طبعا هذا هو الطبيب، انا دابا داخله للطبيب. انتم كتشوفوا
انتم غادي تشاهدوا معايا هنا دابا غادي نوريكم الطبيب. الطبيب هو هذا الطبيب كامل انتم كتشوفوه، يعني كبير هذا الطبيب انتم كتشوفوه. شوفوا الطبيب انتم معايا اخوتي، انتم تشوفوا دابا هنا هنا في الطبيب انتم كتشوفوا هو الطبيب. انتم اخوتي دابا انا جيت لهنا الطبيب، دابا قالوا لي ساين انا طلع ديك الورقه، ودابا هنا كنساين حتى عيطوا لي انا دابا كنساين. هذا الطبيب شوف لنا كل شيء من هذيك الناس. Kevin Florentine. What's your date of birth, please? دابا انا جيت عاود واحد الصاله اخرى، يعني مشيت للفارماسيون، الفارماسيون جلس دابا عيطت عليا. دابا هنا جيت للصاله فين كيعملوا الراديوس، انا كنساين دابا. انتم تشوفوا هذا فيه متانا يا الراديو، هذا تشوفوا هذا الراديو فين كنت. Yeah, that would be so cool. Like training the reindeers again would be super.